أنا شاب لأقارب لا أزورهم، علما بأن والدي لم يخبرني عن مكانهم، ما حكم الدين في ذلك؟ الواجب عليك أن تبحث عن مكان وجود والديك، أن تجتهد في هذا، وسوف تصل إن شاء الله إلى ذلك، وأنت مأجور في هذا ومثاب. مع البحث والحرص سوف تعثر على مكانهما إن شاء الله، أو تعرف الوضع في حقهما إن كان موجودين أو متوفيين، وعليك بالبر بهما والدعاء لهما سواء وجدتهما أو لم تجدهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.